أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي، الودية التي تقام بمناسبة اعتزال الكابتن حسام غالي، كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة، حيث تطير بعثة النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء إلى الإمارات، وتصل إلى مطار الشارقة بالإمارات فجرا غدا الخميس، استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات. وتتوجه البعثة فور وصولها إلى مطار الشارقة إلى مدينة دبي للمكوث بها قبل التوجه إلى مدينة العين التي تحتضن مهرجان تكريم كابتن النادي الأهلي. وتقام مباراة الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي الودية التي تقام يوم الجمعة 11 مايو 2018 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون سبورت HD. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.